بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الورد والفل على جمهورنا الكريم. احب اتشرف بزميلي حسن، بقوله ازيك يا حسن؟ ازيك يا بسمة؟ واحب قبل ما ابدا البرنامج اختص بالشكر الجيش الابيض على ما بذله من جهد في لحمايه الشعب من هذا الفيروس اللعين. حفظ الله مصر وشعبها واهلها. فاصل ونرجع لحضراتكم تاني. ومع بداية حلقتنا زي ما وعدنا حضراتكم اللي احنا هنستضيف مواهب من ذوي الهمم، واول موهبة معانا النهاردة يوسف. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. طبعا يوسف طفل المعجزة، هو فخر لذوي الهمم، ربنا حماه طبعا واصطفه. هذا الطفل تحدى اعاقته وحفظ القرآن الكريم، ده غير ان هو بيقول ابتهالات وغير الانشاد وغير الحاجات الحلوه اللي هنسمعها من يوسف دلوقتي. وكنا عايزين نتعرف عليك يا يوسف. انا يوسف ايمن محمد حسن، داخل سنه رابعه، عايز اعرف ان ثالثه ورابعه يعني، وايه بقى يعني حافظ 8 اجزاء. مين اللي ساعدك يا يوسف في القران الكريم؟ بابا وماما والدتي يعني الاسره. كنت عايز اقول حاجه عن الام يعني. طب اتفضل يا يوسف. ماشي. اللي ما قالتوش امي ليا، واللي عاشت امراه تخبيها عليا، امي مش محتاجه حاجه لا لكلامي ولا الهديه، علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسه بالوراثه، اللي علم فيها علم برضه فيا، ليها ربه على رضاها يحاسبني وده حسابه مش شويه، هي كانت عامله حساب اللحظه دي، اما انا يا للأسف كنت من الناس اللي أمنت وصدقت بالبتاعة اللي أنا عايشين فيها بيسموها دنيا، من اللي شيء خلتني واحد والزمان هو عدى فيا، طفل كنت بعود ساند على اللي عمره ما مال عليا، الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا، هي صدرها كان مخدة وطرح قلبها كان مودة وطرح قلبي كان أسية. شرف بحضرتك. ايمن محمد حسن العياضي، مركز التالي الكبير، قريه ابو عاشور، الاسماعيليه. طبعا استاذ ايمن، الاسره لها دور كبير بالنسبه لتنميه مواهب الطفل وخاصه الطفل ذوي الهمم. احب اعرف حضرتك اكتشفت الموهبه دي ازاي وازاي نمتها؟ اولا احب اشكر حضرتك على كلمه ذوي الهمم دي، ان هم اطفال وهم مبدعين وهم متالقين. اكيد طبعا. يوسف واللي زيه ناس عندهم ابداع بس عايز اللي يدور عليه. يعني يوسف والاسره احنا كلنا ما شاء الله تبارك الله اخواته 3، عندي احمد واميره ومريم، ربنا يحميك. فوالدتهم طبعا ما شاء الله تبارك الله لها الدور الاكبر في رعايه يوسف بصفه ان انا بسافر على طول السعوديه. اكيد الام لها دور كبير جدا، ربنا يحفظها يا رب. يوسف بيلقط وسريع الفهم ما شاء الله تبارك الله وسريع الحفظ. يوسف ما شاء الله تحافظ القرآن مع مشايخ، جبت له الشيخ البيت حافظ القرآن في الجزء 8، وعنده أحكام للقراءات ما شاء الله تبارك الله. ويوسف أخته بتلقي الشعر، اتخذت مراكز متميزة على مستوى المحافظة، فهو بيسمع منها فبيقول الشعر ويقول القرآن ويقول ابتهال ما شاء الله. طب تبارك. أنت اكتشفت موهبته إزاي؟ كان في عمر قد إيه؟ يوسف اكتشفت موهبته عنده 4 سنين في الKG1 والKG2 من سرعة الحفظ وسرعة الفهم. طبعا هيئة المناخ اللي يقدر يبدع فيه. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى كلنا كنا عاملين عليه زي حلقة كده وبنتابعه، اللي بحفظ قرآن واللي بيتابع بالإلقاء والشعر واللي بحفظ أغنية واللي بيجيب سي دي واللي بيجيب سماعة، المهم الكل يدعم يوسف بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو طفل ما شاء الله تبارك الله متميز ومبدع. اتفضل. ممكن اوكي اتفضل. ماشي. ممكن يا يوسف تقول لنا قران كريم؟ ماشي. انا اقول من سوره العرب. ماشي. طب اتفضل. اتفضل يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم،
أرأيت الذي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة هل يدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا يوسف وربنا يحفظك وربنا يبارك للأسرة اللي انت اتولدت فيها اللي اتولدت فيها وصدقني انت هتكون طريقهم للجنة. وبنشكر والدتك على الهوى بنقول لها ربنا يبارك فيك ويحفظك على حفظك ليوسف وعلى رعايتك الجميلة الطيبة. بصراحة لو كل أم تقدر تعمل زي ما حضرتك عملتي مش هيبقى في حاجة اسمها ذوي الهمم لأن احنا كلنا عندنا الإرادة بس محتاجين اللي يدعمنا ويقف معانا ويورينا الطريق الصح. في أطفال كتير من ذوي الهمم أهليها مش عارفة تتعامل معاها بنقول لهم يا ريت تتعلموا من يوسف ومن والدة يوسف ومن والد يوسف ومن اخوات يوسف. واكيد طبعا والدة يوسف بذلت جهد كبير جدا وخاصة يوسف طبعا ربنا يحميه ويبارك فيه يعني خدت منه يعني مواهب كتير طبعا امتصت من اكيد يعني ممكن بيبقى متنرفز معاها بيبقى وضعه ايه عامة في البيت. يوسف طفل عادي جدا طفل لماح ذكي هو زي الاطفال العاديين اللي ان هو بيفرج عنهم ان هو ذكي سريع سريع الحفظ سريع البديهة وسريع الحفظ فضل من الله سبحانه وتعالى. فهو ما شاء الله في تعليمه برايل هو بيدخل مدرسة النور للمكفوفين ومن هنا بشكر الأستاذة بتاعته الأستاذة بسمة أستاذة نسمة مس نسمة حضرتك استاذه نسمه الله يعينك تمام ربنا يبارك فيك يا رب كل حد يقدر يساعد يوسف فهو ما شاء الله بيتعلم طريقه برايل بسرعه فضل من الله سبحانه وتعالى اكيد وهو ما شاء الله خد المركز الاول على المستوى على مدرسته في سنه ثالثه ابتدائي وراح رابعه باذن الله بسم الله ما شاء الله. انا لما كنت اقصد لما اتكلمت من شويه وقلت ما يفرقش حاجه عن الاطفال التانيين انا قصدي ان هو ما يفرقش اي حاجه صحيا عن الاطفال التانيين متميز عن الاطفال التانيين لا بالعكس متميز جدا 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 عنده مواهب تانيه ممكن هنسمع هنشوف المواهب كلها هنعرف كل حاجه دلوقتي عن يوسف عشان لسه هننتقل للاستاذ توفيق صديقنا وزميلنا من ذوي الهمم برضو اللي احنا بنرحب بيه سامحنا عم يوسف له هاله كده وطلع في القناه وطلع في البرنامج تمام واحنا سعداء بيكم النهارده والله سعداء بجد 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 وكل يوم لما بنقدم موهبه من ذوي الهمم من زمايلنا احنا برضو من ذوي الهمم وده شرف لينا احنا بنقول احنا خلقنا لنتحدى خلقنا عشان نساعد بعض خلقنا نزهر بعض اي حد من مواطن مسؤول اي حد من ذوي الهمم يقدر يقدم خدمه لزميله اللي من ذوي الهمم يعينوا بيها على الحياة يعينوا بيها ان هو يبقى موجود يعينوا بيها ان هو يظهر نفسه في الحياة صدقني احنا ممكن هنعمل يعني لوحة شرف لكل الناس اللي وقفت معانا زي ما شكرنا المس بتاعت يوسف زي ما شكرنا والدة يوسف واخواته والاستاذ ايمن اللي منورنا النهارده الله يرضى عليك استاذ ايمن متحدث لابق فعلا هذا شبل من ذاك الاسد شكرا. تمام ربنا المستعان. عم يوسف نرجع لك تاني بقى ايه الدنيا تحب تسمعنا ايه احب اسمعك التاشيره لجام الجخ اتفضل التاشيره ولا انا كنت حابب مدح الرسول عليه الصلاه والسلام لا التاشيره الاثنين موجودين اللي انت حابه ماشي انا هجيب التاشيره ماشي ماشي اتفضل اسبح باسمك الله لا اله وليس سواك اخشاه واعلم ان لي قدرا سالقاه لقد علمت في صغري أن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته له صدر يصد الريح يستعوي
مهابا في عباءته، وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر، سأبحر عندما أكبر، أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر أسافر عبر مقدشي إلى لبنان، وكنت أكبر الأشعار في صدري ووجداني، بلاد العرب أوطاني، وكل العرب إخواني. رجعنا لك تاني يا عم توفيق، يا مرحب. أوكي يوسف حبيبي، تحب لما تكبر تبقى ايه؟ نفسك في ايه لما تكبر؟ اولا عالم فلك، ثانيا عايز اكون مدرس في مدرسه النور بتاعتي ان شاء الله باذن الله. ماشي، هتبقى فخر طبعا للمدرسه باذن الله. واحنا بنشكر مدرسه النور من هنا، وليه امنيات، وليه امنيات كتير. احنا كده كده يا عم يوسف ان شاء الله امنياتك يا استاذه، يا استاذه بسمه، احنا كده كده مش هنسيبك يا عم يوسف، احنا كده كده هنرجع لك تاني وتالت ورابع. تمام، وهنسمع منك وهنسمع من الاستاذ توفيق. تمام، وبنشكر تاني مدرسه النور في الاسماعيليه في التل الكبير. لا مدرسه النور في الاسماعيليه، في الاسماعيليه. في الاسماعيليه مدرسه النور. زملائنا من كف البصر، هي مختصه في كف البصر بس، مفيش اخر تاني، المكفوفين كف البصر. تمام، وبنشكر كل القائمين على المدرسه من اول مديره المدرسه لكل الناس. تمام، هنرجع معانا بقى لعم توفيق. اتفضل. انا هرحب بيك تاني وتالت ورابع. انا حابب ان انا اتكلم معاك يا توفيق. انا عارف ان يعني انا قعدت معاك كده بره الاستوديو دردشنا شويه، ف يعني طريقك كان صعب قوي. فعلا صح، عرفت ان طريقك كان صعب قوي قوي قوي، ان انت تبقى تتحدى عقتك، وان انت يعني انا مش عايز اقول كلام غير لائق، لكن في بعض مننا بيتكاسل، مننا صح. اللي احنا ذوي الاعاقه بيتكاسل، بيقول فعلا. لا انا عايز الدوله تديني، وعايز الدوله تعمل لي، وعايز وعايز وعايز. اوكي، حقه، مفيش مشكله. تمام، بس الوقت الراهن، الوقت الراهن الدوله مش يعني مش مقصره في حاجه. تمام، فعلا. بعض العراقيل وبعض العواقب، انما ان شاء الله ان شاء الله بمرور الوقت كل حاجه تعدي. انت من الناس اللي حبت تكافح، عرفت ان والدك والدتك يمكن ربنا يرحمهم توفوا وهم صغيرين، صح، وانت صغير، انا اسف، وانت صح. صغير اكيد ده كان سبب. لا كان سبب، كان سبب، كان سبب ان انت بتقدم لهم الرحمات بس فعلا. بشكل مختلف، بتقول لهم انا كبرت، مش ما بقتش انسان وحش. انا عايز اتعرف عليك بقى، ومعاك المجال، واتفضل يا عم توفيق. انا طبعا توفيق محمد توفيق، من التل الكبير، قريه ابو عاشور. والله العظيم يعني هو كان والدي ووالدتي طبعا توفوا وانا لسه صغير، اخواتي طبعا هم اللي ربوني، وكبرت طبعا في بيت اخواتي 11 واحد. بسم الله ما شاء الله. احنا معانا هنا يوسف واخواته، بس اخواته ال 11 اخواته اليوم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك في الجميع ويبارك في اي حد وقف مع اي حد. تمام، طبعا هم اخواتي 11 واحد طبعا، كبرت وترعرعت في وسطيهم طبعا، ربنا يحميهم طبعا. ولما كبرت بقى طبعا الصحاب وكده، وبدات امشي واروح مع اجي واصحابي وكده، لما كبرت وكده فقاعدين مره كده فبندندن مع بعض انا وصاحبي وكده، قال لي طب ما انت صوتك حلو وبتاع وكده، طب ما انت ممكن تاخد خطوه لقدام حلوه وكده. وطبعا ليا الشرف طبعا ان انا قاعد مع حضراتكم طبعا. الشرف توفيق. طب بالمناسبه الجميله دي، هو احنا يعني ايه يعني عايزين نسمع منك حاجه، نسعد بقى الساده المشاهدين، ونقول للناس اللي شايفانا وسمعانا كلهم على اختلاف نوعياتهم، احنا خلقنا لنتحدى مره واثنين وثلاثه. صح، معانا مطرب من ذوي الهمم. تمام، هنقدمه لكم دلوقتي الاستاذ توفيق. يوسف هات المايك يا حبيبي. اديني ادي المايك لعم توفيق. اتفضل يا استاذ توفيق، اتفضل. بسم الله. انا عارف اني
مختلف ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها. أنا نفسي بس أشوف وأحس بعيونكو نظرة أحلاها. قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين. قلت الجمال إنك تشوف نفسك جميلة في أي شكل بكل عين. اختلافنا رحمة لينا وحكمة من حكم الحياة. كل واحد عنده حاجة في غيره حاجة مكملة. دي حتة كده الله عم توفيق. فنان جميل حسين الجسمي طبعا. كل التحية كل التحية للأستاذ حسين الجسمي. اتفضلي يا أستاذة بسمة. لو في مقطع كمان لحضرتك اتفضل غني. هو في موال حلو كده كان دايما الناس تطلبه مني في الافراح الشعبيه والحاجات. قبل ما نبدا الموال بتاع حضرتك طبعا حضرتك يعني فقدت امك ووالدك فعلا في صغرك. صح. مين اللي شجعك ومين اللي اكيد الانسان بطبيعته سبحان الله ربنا الهمك وصبرك طبعا. مفيش حد يقدر يستحمل مش كل الناس مفيش حد يقدر ياخد مكانهم. اكيد طبعا مفيش حد ياخد مكانهم. فانا هو طبعا هو الفضل كله اخويا الكبير بعد طبعاً. ربنا طبعا اخويا الكبير بنقدم له التحيه. اسمه طبعا طب اسمه ايه؟ طيب استاذ جابر. تحيه لحضرتك استاذ جابر. استاذ جابر احنا بنحيي حضرتك جدا. اخواتي طبعا البنات كان لهم دور زي الام أكيد طبعا واخدين الام واستاذ جابر هو الاب. طبعا بس كان قاسي عليك ولا كان اب حنين؟ لا والله هو الحمد لله والحمد لله اتربيت على الخلق الحسن وبتاع. طبعا اصدقائك برضو كلهم اصدقاء ليهم دور طبعا ان هم ايه طب ما يلا تعالى جرب جرب وشوف. زي اي حد انا كنت بدندن في اي حاجه واحنا قاعدين كده مش عارف بيغني اي طبعا. طبعا لما طلعت اول مره ليا كان عندنا في التل الكبير. أيوه. طلعت طبعا على المسرح وكده طبعا كان في رهبه اكيد طبعا كان في رهبه وكده فالناس بدات تتعاطف معايا وكده وبداوا طب تعالى تاني. طب اتفضل بقى سمعنا حاجه عمتها عشان برضو يعني ايه بصراحه يعني مش عايزين نمل من صوتك. الفقره عايزين الفقره حلوه وعايزين نسمع صوتك مره واتنين وعشان نرجع ليوسف. تمام. لي 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 يا با لي 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 يا با. هل تشوفني تقول شايل وانا اللي شايل فوق كتافي جبل اوجاع. انا شلت المسؤوليه وانا لسه بقول يا هادي. متعود على زي شي بالنسبة لي عادي. وجيت الدنيا دي مخصوص عشان تفضل علي الدوس. ولو بعت الواجع بفلوس هكون من أغنى ناس فيكي. ميزانها ماشي بالمقلوب بتشكيني وانا المضروب. وانا في الصبر مش ايوب وما عدتش عارف اراضيكي. الله 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 بجد بجد بجد. انت عامل صفحه على الفيس او صفحه على اليوتيوب الناس تقدر تتابع منها؟ طبعا على اليوتيوب وعلى التيك توك. البرنامج الفظيع بتاع التيك توك ده برنامج جميل خالص وكل اللي عليه ناس محترمه والله وليه طبعا نسبه مشاهده على اليوتيوب وكده. بالتوفيق يا استاذ يوسف. بالتوفيق يا استاذ توفيق. انا اسف معلش يوسف. اوجه الشكر طبعا لمراتي طبعا. مراتي طبعا ام ايه بقى؟ ام راويه طبعا. طيب ام راويه. طب ده حب بقى. لا لا ده احنا مش عارفين نتكلم بصراحه يعني. ربنا يبارك لك. دي النص الثاني بصراحه يعني والله. ربنا يبارك فيها يا رب. ربنا يبارك فيها بجد. تمام. طبعا هو كان بوجه الشكر للاستاذ احمد رضا طبعا باشمهندس احمد رضا. يا مرحبا احمد طبعا اخ وزميل عزيز يعني.
احنا هو بقى مراوية صح؟ اه مراوية كان بيشكر اخواته في يعني جزء شوية الحلقة. في بداية الحلقة وكان عايز شكر لحضرتك خاص لوحده واحنا برضو واحنا برضو بنشكر حضرتك ان انت يعني وصلتي المرحلة دي برضو بصبرك فعلا. وكفاحك وربنا يصلح حالك يا رب. وعم يوسف عم يوسف انا عم يوسف اللي واخد عقلنا انا مش عارف اقول لك ايه. انا سمعت منك بره قمره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا يوسف قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعمن أولها كل العباد وعمن أولها كل العباد وعمن أولها كل العباد حبيب الله خير الورى يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظلم له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه البدور الله الله ولا ظل له بل ماشي. وان شاء الله زي ما احنا شفنا استاذ ايمن ورانا شهادات تقدير ليوسف ممكن توريها لنا على الشاشه يا استاذ استاذ يوسف تقريبا كده اتكرم كتير قوي 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 واحنا هنبدا نغير يا عم يوسف وبصراحه احنا يعني غيرانين الله تعالى اولا وهو طالب ما شاء الله تبارك الله دي في القرآن الكريم ممكن حضرتك تظهرها للكاميرا ودي تانية برضو من مدرسة محمد عبد الدائم شاهين ماشي يا استاذ ايمن استاذ ايمن اتفضل دي مدرسته لا انا عايز حاجه ليوسف انا كده بغير لا انا غير انا غيران لا بس ما شاء الله ربنا انا عارف ان كل يوسف انا عايز شرف ان انا امسك شهاده ليوسف واعرضها على الكاميرا اكيد طبعا اتفضل يا باشمهندس تمام ده الاستاذ يوسف نموذج مشرف من ذوي الهمم اللي احنا نفسنا كل الناس تبقى زي تمام لسه لسه البقيه تاتي مسجد الحمد ان شاء الله 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 ودي تميزه في القران الكريم بسم الله ما شاء الله ما شاء الله موهبه جدا ربنا يحميه يا رب وده برضو وصورته كمان احتفاليه جمعيه النهوض المرأة كانت احتفلت بيوسف وكانت عاملة له بمناسبة عيد الأسرة عم يوسف أنا يعني ما عادش في مكان والله ما عادش في مكان إن أنا يعني أعرض فيه الشهادات دي وبقول لك يعني إيه إحنا هنعمل مكتبة كويسة جدا ليوسف نحط فيها البراويز دي ونحط فيها كل التميز بتاعه وبنقول له بالتوفيق عم يوسف وأنا بصراحة يعني معجب بيك جدا يا يوسف واتمنى اشوف ولادي زيك اشكر حضرتك اتمنى برضو كده اشوف ولادي تمام جزاكم الله خيرا كنت عايز اتدخل في حاجه كده زي ما اتفضل بالنسبه ليوسف في اي عمليه او في اي حاجه ممكن ان احنا نتكلم يعني ان هي تحاول ترجع له حتى نسبه من الابصار ولا الموضوع بقى صعب ولا حضرتك ادرى مني بالحاله حضرتك يوسف بيعاني من العصب البصري سيبهم تمام العصب البصري طيب لو في دكتور ان شاء الله يحب يشارك في علاجه يتواصل معانا على الواتساب
الارقام اللي الارقام اللي ظاهره على الشاشه الارقام الظاهره على الشاشه يا ريت لو نقدر نعرض عليه مثلا التحاليل الفحوصات يكون مخ وعصاب تقريبا تمام وربنا المستعان يعني وربنا يجيب الشفاء من عنده يا رب يا رب جزاكم الله خير استاذ توفيق بقى اتفضل يا باشا سامحني والله يوسف واخد كل الحلقه وكل عقلي نختم تمام تحب نقول اغنيه اتفضل كده تحب تسمعنا حاجه هنقول ليه طب حاجه كوبليه بسيط من اي اغنيه تكون بتحبها قدامنا انا بحب طبعا الفنان الجميل رضا البحراوي طب اتفضل فنان جميل يعني حاجه تبقى حاجه صغيره دي ماشي ماشي انا لو رديت عليكم بالكدب علي فيكم وانتوا ما تستاهلوش كده انا على وضعي وتمامي لو قلت في يوم كلامي هسمعكم من ندى ومع بدايات برنامج بصمه لبكره بدا نهر العطاء يتبرع فاعل خير بثلاث كراسي لذوي الهمم فاي حد محتاج كرسي يتواصل معانا مع البرنامج وهنشوف الارقام على الشاشه ويتابعنا على الواتس ويجيب صوره من الاوراق بتاعته الطبيه واثبات حالته يعني وان شاء الله باذن الله هنديله الكرسي والله احنا بنبارك لفاعل الخير دوت اللي اتبرع معانا بثلاث كراسي لذوي الهمم جزاه الله كل خير طبعا ربنا يجعله في ميزان حسناته لو حد شايف ان هو محتاج كرسي موجود كراسي الثلاث كراسي جم لو حد محتاجهم هيتواصل معنا على الارقام الموجوده على الشاشه ويبعت لنا التقرير وهنبعت له كرسي لحد عنده تمام احنا مش بنعمل شو ولا حاجه هو الموضوع كله بيتم بالطريقه دي وربنا المستعان وشكرا ونشوفكم الحلقه القادمه باذن الله مع موهبه جديده